اما رشا تحت كاس المؤسس تتحد راية قبايلنا أوطان واحد شعب واحد وتاريخ مضى ينعاد تراث ما حفظنا. طبعا نبارك للفائز، يقول الأسطورة سبب الاختيار ربطه الشخصية اللي تحمل اسم المهرجان الملك عبد العزيز واستطاعت توظيف هذا الهولوغرام وارتباط الزمان والمكان وايضا زئير الاسد اللي هو الفكره كانت فيه فكره مختلفه طبعا فكره عظيمه وعارف صاحب هذا المحتوى طلب ابن جخدب الف 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 مبروك ويلتحق بنا الان هاتفيا. حياك الله يا طلب. يا مرحبا يا ابو عارف، امسي عليك وعلى الضيوف عندك النقاد وعلى الساده المشاهدين ويا مرحبا بك. مبارك لك يا طلب. اول حدثني كيف كانت المسابقه وكيف تلقيتها وهل الوقت كان كافي لصناعه فكره مختلفه؟ بدايه انا اود ان اشكر الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على دعمه لجميع شباب الوطن لا في الشعر ولا في الانتاج ولا في جميع القطاعات، وهذا ندلدل على محبته فعلا لهذا الموروث والله يبيض وجه ابو سلمان ويطول عمره. بالنسبه للمشاركه ابو سعود يستاهل، او بدايه هل الاعمال اللي تقدم له ويستاهل هالمسابقه اللي قيمت من اجله. والفكره الحقيقه طرت علي من خلال هالمهرجان اللي يخدم الموروث يخدم الوطن اولا واخيرا. تستاهل ومبارك لك. الفائز بجائزة صناعة المحتوى لفيديو دخول منقية قلب الأسد خالد بن سعود بن حثلين يس طلب بن جختب السبيعي. الله يبارك فيك. شكرا لك. يا مرحب.